نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شفنا في بدايه الشوط الاول ضغط من الجونه لمده 8 دقائق اصفر عن هدف المباراه، وتسايد النادي الاهلي الشوط بعد كده، ولكن ما قدرش النادي الاهلي ينجح في التعادل. زي ما انت قلت، الجونه خطف المبادره في المبادره في الشوط الاول، وال10 دقائق انت حاولت تجري، انما انت ما عندكش يا ايمن تحس خط 18 الخصم فاضي، يعني حتى لو صلاح محسن او محمد هاني هرب في ناحيه اليمين او في العرضيات تحس ان ناقص عددي كتير. عندي ناقص عددي كتير 18 مظبوط، والهدف اللي جابه الجون خلاه يلعب بارتياحيه كتير، يعني ابتدى بيعمل سكه، حتى المدرب بتاعه اول ما دخل الجون قال له باص 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 نقدر انت عندك توتر في الدفاع، عندك ملوش اي لازمه. يعني انا شايف ياسر ابراهيم موتر هاني وايمن وما بيدي، يعني والحكايه مش مستاهله. بعد ما جه الجول طبعا وحس ان هو اتخطف منه الجون، فبقى مش ماسك نفسه امنيا يعني في المنطقه، عايز مجهود اكتر قوي من سوليه في الماتش مع قفشه. يعني قفشه عايز سبورت جامد قوي، عشان انت مع كل الاحتفاظ بالكوره وكل التفوق بتاعك انت في الشوط الاولاني واضاعه الاهداف اللي جات لك وكل ده، انما انت انا محتاج ان الملعب عايز تغيير بزياده عدديه في 18 خصم الحاله الهجوميه بتاعتي، ومحتاج جري اكتر من كده، محتاج تعب اكتر من كده، يعني عشان تقدر تعوض، وباذن الله بعد ما تعوض الهدف ده تقدر تكسب المباراه. فعندك اساسيات الكوره اللي بيجري في الملعب كتير هو اللي الكوره بتجيله كتير، يعني صحيح، ويبقى باذن الله التنفيذ سهل على بقيه اللعيبه والتوفيق يعني باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، حذرت من البدايات وافتقدنا البدايه في اول 10 دقائق تقريبا، ودي اللي نجح فيها فريق الجونه يجيب من كوره، حذرنا منها قبل بدايه الاستوديو او قبل بدايه المباراه. حذرنا من حاجتين يا ايمن، والاثنين حصلوا للاسف. حذرنا من بدايات الجونه، عمل بالظبط، خد منك البدايه 8 دقائق احرز هدف، بس بعد كده الملعب مفتوح للفرقتين، لكن انت مسيطر اكتر، بديت تحس ما ينفعش يبقى 1-0، وبديت تعمل ضغط هجومي، ضيعت فرصه او اتنين. لكن محتاج اللي يعني انا بقول للاسف محتاج تبذل مجهود اكتر من كده، انا مش عايزه انك خلاص انت كده موجود مضاعف طبعا. ان 45 دقيقه حساباتك كلها اتغيرت، انت دلوقتي بتدور على هدف التعادل الاول وبعدين هدف مكسب، عشان كده المجهود هيزيد شويه، لازم ضغط الهجوم يتعمل كويس بس من قدام شويه. لازم ياسر واشرف وايمن اشرف يتزقوا لقدام، لازم الفريق يتزق لقدام، مفيش يعني حته ناس استنى الفتره دي، لا لازم ضغط لقدام. ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل في التغييرات، لكن انت عندك العناصر موجوده في الملعب ممكن تحدث الفارق، بس عايزه شويه سرعه. لما بتستعمل الجناب شكلك بيبقى احسن، شكلك بيبقى اخطر بكتير مزبوط. جدا كل الفرص جايه من الجناب والحتت اللي هي الفاضيه. انا اخطر فرصه جت لصلاح محسن اللي احنا كنا بنقوله في الاستوديو، كلنا قلنا الحته اللي هي بين الاثنين مساكين وكان فاضي، لكن انا رايي ان هو اخدها حلو، لكن حته التنفيذ لبره هو ما طلعش اناني فيها، وحب يعملها الكهرباء يجيبها جول، لكن انا شايف الشوط الثاني ان شاء الله بالاداء يبقى احسن ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، اخطاء الشوط الاول وازاي يتغلب عليها مستر موسيماني الشوط الثاني؟ الاخطاء اولا البدايه راحت منك، المفروض البدايه الشوط الثاني، لانك انت نهيت بتضغط كويس على فرقه الجونه، بس المفروض يبقى اكتر. الحاجه الثانيه اكتر من قدام ال 18 عندهم. الحاجه الثانيه تركيز في الفرص اللي بتيجي، لانك انت زي ما اتكلمنا اول 10 دقائق ربع ساعه راحوا من النادي الاهلي، بس انت بعديها خلقت 3 4 فرص خطيرين، لان الملعب اتفتح قوي، فرقه الجونه ضغطت عكس ما كنا متوقعين من البدايه صحيح، ولكن تراجعوا بعد كده، ونص الملعب مفتوح جدا مزبوط. الاطراف بتاعته مفتوحه جدا ناحيه السعداوي وناحيه عبد الجواد اللي هم الباكين بتوعهم، يعني هاني بيوصل كتير مزبوط. حتى صلاح محسن بيتحرك كتير قوي، بيطلع بره 18 في الجانب اليمين، ويمكن لعب كرات عرضيه من هناك، بس هي المشكله كمان لما هو يطلع كده لازم التكمله كويس تبقى جوه 18 مزبوط. ففي مساحات كتيره جدا، صلاح محسن راح بكورتين تباطأ في واحده كان المفروض يلعبها الكهرباء، واحده تانية حطها يمكن كان لو حطها في الدقيقه كانت هتبقى افضل، بس غرباه وتعامل معاها. كره لديانج اتعملت من كورنر بالراس رجعت لورا، ديانج كان سهل قوي يحطها، حطها بره الجون. يعني انت ليك فرص بعد ال 20 دقيقه الاولى، ولكن استغلال الفرص، الضغط يبقى اشرس من كده، و المجهود البدني ممكن يقل عند لعيبه الجونه الشوط الثاني، ما باينه حتى بالشوط من الشوط الاولاني باينه. ايمن هو اول بعد الربع ساعه الاولى
كانوا بيضغطوا قوي كله يعني. عمر السعيد واسلام عبد النعيم وعمر بركات كانوا بيقفوا على ال 18 حتى لما بتبقى ضربه مرمى. أيوة. بيقفوا على ال 18 عشان ما يطلعوش الناس، وبيطلع معاهم السعداوي وعبد الجواد لان هم بيلعبوا ثلاثه في الخلف، الباكين بيطلعوا كمان. صحيح. بس ما استمرتش طويل. انت بعد كده نص الملعب مفتوح خالص، الاطراف بتاعتهم مفتوحه خالص، النادي الاهلي بيتنقل الكره بسهوله. بس هي الـ 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 انهاء الهجمه بقى يعني. ما كنتش متخيل البدايه يا اسامة. البدايه يعني ما كنتش متخيل البدايه دي خالص يا ايمن، ان هو يبدا الاول كمان. بالظبط بالظبط. صحيح. ووفق طبعا جاب جون، لكن انا شايف من احداث اللقاء ان سهل جدا ترجع للماتش وتكس. كابتن اسامه، حلول مستر موسيماني للعوده للمباراه الشوط الثاني؟ لو بصينا على الدكه بره هتلاقي اقرب اللعيبه طبعا محمد شريف بعد عودته. فهل مستر موسيماني ممكن يتم تفتكر ممكن يبتدي بيه من بدايه الشوط الثاني؟ بص، بدل دخل المباراه يبقى لازم يكون سليم بنسبه 100%. يعني استحاله يحطه او الجهاز الطبي يقول محمد شريف يكون موجود يبقى فيه شكوك. لا، لازم يكون سليم بنسبه 100%. محمد شريف ورقه رابحه جدا لو حطه في الشوط الثاني، خاصه ان في مساحات كتير في كبيره جدا في خط الظهر الجونه، في فرص حقيقيه. صحيح. لكن في رعونه، في استعجال، شفنا في مساحات كبيره ورا عمرو السعداوي الباك ليفت بتاع الجونه بس ما استغلناهاش. حسين الشحات راح، محمد هاني راح من الناحيه دي، كهربا راح، صلاح محسن راح مرتين. بس العرضيه بقى فين التكمله هنا؟ مزبوط. دي اللي كانت ناقصه. محمد شريف موجود، ولتر بواليا موجود، خاصه شفنا في الشوط الاول عرضيات كتير جدا. كويس. لو انت بتتكلم عن محمد شريف وولتر بواليا، يعني هل من الممكن ان هو يلعب الشوط الثاني مثلا براسين حربه؟ ممكن النهارده، خاصه ان الجونه موقفه ثلاثه عندها في خط الظهر. ممكن يبقى على حساب مدافع؟ لا، المرتدات برضو خلي بالك فيها خطوره علينا شويه. ما انت النهارده انت محتاج برضو تكسب، فانت النهارده لازم يكون في مغامره من بدايه الشوط الثاني. مغامره مش هتاخر انك انت بتدور على الهدف اللي هيدخلك المباراه مره ثانيه، هدف التعادل. فعلى ما اعتقد ممكن يكون في تغيير في بدايه الشوط الثاني. طيب كابتن شريف، هل ممكن فريق الجونه يبدا زي ما بدا الشوط الاول لمده برضه 8 دقائق 10 دقائق وبعدين يرجع تاني نص ملعبه، ولا من بدايه الشوط الثاني هيقفل نص ملعبه؟ ده هيقفل نص ملعبه يا ايمن، وهيحافظ على الجول بتاعه. اكبر احلامك ايه مع النادي الاهلي؟ تتعادل كويس. فانت هتعمل اقوى حاجه عندك انك انت تحاول تحافظ على الهدف بتاعك. يبقى لازم هتنزل على الاقل بسبع لعيبه، ثمان لعيبه في نص ملعبك، مش هتسمح للاطراف اللي انت شايفها رايحه جايه من عندنا يمين وشمال دي، فحاول يقفلها لك وهو شايف الفرصه من الشكل ده. انما انا اللي بفكر فيه دلوقتي النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي لازم يكون عنده من الجراه انه يستغنى عن اي، اعتقد ممكن ياسر ابراهيم مثلا وينزل بمهاجم تاني وتلعب 3 4 3. طيب كابتن علاء، توقعاتك سريعا عن الشوط الثاني. متوقع ان هيبقى ضغط هجوم النادي الاهلي، وان شاء الله تحرز هدف بدري ان شاء الله رب العالمين. كابتن اسام، انا برضو متوقع كده من الثلث ساعه الاخيره، هي بس ناقص انهاء الهجمه. فانا شايف انه سهل قوي الاهلي يرجع بتعادل وبعدين مكسب باذن الله. كابتن اسام، ان شاء الله نسجل في بدايه الشوط الثاني، ده هيسهل عليك المهمه بشكل كبير باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله الشوط الثاني، تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه بعد نهايه احداث المباراه. ارجوكم انتظرونا.